اليوم وأنا أتناول الفطور الأخير من عام 2020 كنت أشاهد مقطع فيديو على الإنترنت من أرشيف القنوات التركية، وأثناء المقطع رأيت هذه الصورة التي ترونها أمامكم. دققوا في هذه الصورة جيداً، هل تعرفون من هذه السيدة؟ هذه السيدة في هذه اللحظة كانت تبكي لأنها تودع زوجها وزوجها يدخل إلى السجن. هذه الصورة التقطت لها من نافذة الباص الذي كانت تركب فيها، وهكذا. هذه هي زوجة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. كيف كانت وكيف صارت؟ أيضا هذه الصورة أخذت من نفس المقطع الفيديو. هذه أيضا تصور رئيس الجمهورية الآن عندما أدخل إلى السجن بسبب قراءته لعدة أشعار، فأدخل إلى السجن وحرم من ممارسة السياسة لفترة معينة. ما أريد أن أقوله هو أننا جميعا نتعرض لانكسارات ولخسارات ولإفلاس ولمشاكل ولرسوب، كل شيء ممكن، لكن النجاح ليس مستحيل ما دام عندنا نفس يخرج ويدخل. ما دمنا نعيش، ما دام عندنا الوقت، فنحن قادرين على تغيير كل شيء، ونحن قادرين على النجاح في كل شيء بإذن الله. يكفي أن تكون عندنا الإرادة وأن ننظم وقتنا كي ننجح. أقول هذا الكلام ونحن على أبواب عام جديد. في هذا اليوم نفكر فيما فعلناه في كل هذه السنة، ننتقد أنفسنا، ما هي الأخطاء التي ارتكبناها، ما هي الأمور التي فعلناها وكان علينا ألا نفعلها، كيف سنستثمر السنة الجديدة وكيف سندير أنفسنا فيها. في هذه السنة، في السنة الجديدة، أهم ما أوصيكم به هو أن يكون عندكم هذا السلاح. هذا السلاح مهم جدا جدا، من خلال هذا السلاح يمكنكم أن تنجحوا في السنة الجديدة. إنها الممحات. في هذه الممحات نمحي من حياتنا الأشخاص الذين يأخذون وقتنا ويشغلونه بأمور تافهة. بهذه الممحات نمحي العادات السيئة التي تقف عائقا بيننا وبين نجاحنا، وبيننا وبين تحقيق أهدافنا، حتى نضع في حياتنا أمورا جديدة ونستثمر وندير وقتنا بشكل جيد. علينا أن نتخلص من الأمور الفاسدة السابقة، من العادات السيئة، من الأشخاص الذين يستهلكون وقتنا ويستهلكون ربما عاطفتنا من دون فائدة. هذه الممحات سلاح مهم جدا في تنظيم الوقت. كل يوم، كل شهر، كل سنة ننظر من هم الذين أفسدونا، أو من هم الذين أضاعوا وقتنا بلا طائل، نمحوهم، وهكذا نستطيع أن نستثمر حياتنا وأن نستفيد من حياتنا بشكل أفضل. في الحقيقة قبل أن أتناول فطور اليوم كنت أنوي أن أتحدث عن الاحتفال برأس السنة وكيف أصبح عادة عند كثير من الناس، عادة تقليد غير المسلمين. وقد قال أحد القادة: ليست الهزيمة عندما نموت، بل الهزيمة عندما نشابه أعداءنا الذين جاءوا واحتلوا بلادنا وقسموها ووضعوا علينا ديكتاتوريات تحكمنا وتمتص خيراتنا وتستهلك شبابنا. هؤلاء كيف نقلدهم ونحاول أن نتشبه بهم؟ ما دامت عندنا مبادئنا، ما دامت لنا أهدافنا، فنحن وإن لم ننتصر اليوم فسننتصر غدا أو بعد غد. لكن إن فقدنا شخصيتنا وهرولنا خلف من حاربنا نقلدهم في كل شيء، عند هذا نكون قد انهزمنا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، صحيح، رأس السنة يوم له أثر في حياتنا، يوم ينتهي فيه عام ويبدأ فيه عام ميلادي جديد نؤرخ فيه في أكثر الدول العربية والإسلامية، لكن هذا اليوم هو يوم محاسبة وليس يوم عيد. كنت أريد أن أتحدث عن سيدنا عيسى عليه السلام والفرق بين سيدنا عيسى المسيح في القرآن وسيدنا عيسى عليه السلام في المصادر المسيحية. كيف أن القرآن يعطي سيدنا عيسى الشخصية الجميلة
الرائعة المتألقة، وكيف أن المراجع المسيحية تقدم لنا رجلا يقول: من ضرب خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر، ومن اغتصب ثوبك فأعطه ثوبك الآخر، ومن اغتصب مالك فأعطه بقية مالك، أحبوا جلاديكم. وهذا الكلام، لو رأيتم رجلا يقول هذا كيف ستنظرون إليه؟ ما هذا الكلام؟ نحن من ضرب خدك الأيمن، فقد قال الله تعالى لنا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. الإنسان يجب أن يدافع عن حقه. نعم، ندفع الزكاة لمن يحتاجها، لكن لا نجعل أنفسنا مداسا لكل ظالم وعلكة لكل ماضغ. المشكلة الأكبر هي أن ننسى ثقافتنا وأن نذهب ونقلد غيرنا. نعم، لا بأس إن كان لنا جار من ديانة أخرى وهذا اليوم عنده عيد أن نقول له: كل سنة وأنت طيب، نتمنى لك الخير دائما، وهكذا، هذا من حسن المعاملة. أما أن ننسلخ عن شخصيتنا ونذهب ونقلد ونفعل ما يفعلون، فهذا أمر لا يقبل أبدا. وآيات القرآن الكريم في هذا الموضوع تزلزلنا زلزلة، تهز قلوبنا هزا. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم يتساءل الإنسان: إذا فعلنا هذا، إذا أنكرنا أن عيسى هو ابن الله، إذا لم نحاول أن نتأقلم مع المجتمعات الأخرى، فسوف يكرهنا الناس وسوف ينظرون إلينا على أننا متشددين وهكذا. الآية تتمتها تجيب عن هذا بدقة وتقول لنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويحسن إلى الناس، فإن الله عز وجل سيكتب له القبول والحب في الأرض. فعلا حقا، من يقرأ حياة سيدنا عيسى كما وردت في القرآن ثم يقرأها في المراجع المسيحية، يرى أن القرآن قد عرض لنا سيدنا المسيح عليه السلام أجمل عرض، بصورة يقبلها كل صاحب فطرة سليمة ولا ينفر منها أحد. فسيدنا عيسى في المراجع المسيحية ولد في إسطبل، ولد في إسطبل. أما القرآن فيقول لنا عن السيدة مريم رضي الله تعالى عنه: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت عن الناس عندما كانت حاملا به، فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآيات. فرق كبير بين المسيح عيسى عليه السلام الذي أرسله الله لهداية الناس بكتاب مقدس، وبين شخص آخر يدعون أنه ولد لله تجسدت فيه روح الله، ثم صلب ليكفر الله بصلبه عن خطايا البشر. وأي خطايا؟ تلك الخطيئة التي لم يرتكبها، بل ارتكبها أبو البشر. الموضوع طويل ولا حاجة إلى تفصيله ربما، لكن المسيحية الحقيقية والذي يحب سيدنا عيسى بن مريم حقا هو الذي يتبع الوصف الكامل للسيد المسيح كما جاء في القرآن، لا كما تعرضه المصادر المسيحية بشكل لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق. سنة جديدة أقبلت علينا، أتمنى أن لا تكونوا مقلدين لغيركم، بل أن تكون لكم شخصيتكم المستقلة النابعة من ثقافتكم والتزامكم ونجاحاتكم. بارك الله أوقاتكم وأسعد كل لحظات حياتكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما
من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.